Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, inilah panorama alam di hutan yang masih alami, natural. Seperti yang Anda lihat, banyak bambu, pohon bambu runcing guys, masih alami, natural. Oke guys, sambil kita melihat panorama alam yang alami, masih alami, natural, sambil kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Suratul Waqiah pada pagi hari Jumat ini. Oke, selamat melihat panorama alam sambil kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Suratul Waqiah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكادت هباء منبسا وكنتم أزواجا سلاسا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسعمة ما أصحاب المسعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سنة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يسوف عليهم ولدان مخلدون في أكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتهيئون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنسل للؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تهزيما إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في شدر مخضود وزنخ ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مغضوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبقارا غروبا أترابا لأسلاف اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب السمان ما أصحاب السمان في سموم وهمين وظل من يهمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون قل إن
الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون صلب الخيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننسيئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النزلة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه أجاجا فذلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تزرعون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تذكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنهم لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الغلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المقذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جهنم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.